السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دعاء بريدي، مشرف وحدة التعليم الدامج في مهنة الشرطة للخدمات الإنسانية. رح نحكي عن تجربة الوحدة في مهنة الشرطة للخدمات الإنسانية. بإذن رح نتعرف على مفهوم التعليم الدامج وعلى حقائق عن الدامج عبر أجهزة التشريعات والقوانين الموجودة عندنا، وحنتعرف على برنامج التعليم الدامج في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. التعليم الدامج هو عبارة عن عملية جارية مفتوحة وبتساهم في تحقيق الدمج الاجتماعي، وبتتمنى فكرة التنوع والشعور بالانتماء، وأن كل شخص عنده إمكانيات وقدرات نحترمها بغض النظر عن الخلفية أو القدرات أو الهوية. المبادئ العامة في التعليم الدامج أهم مبدأ بأن الأطفال لهم الحق في الحصول على تعليم ملائم، وأن الاختلاف بين الأطفال والطلاب ليس مشكلة وإنما هو مصدر لدعم التعليم، وأن تهيئتنا للمدارس ما تستدعي إمكانيات مالية ضخمة، وأن الأشخاص من ذوي الإعاقة راح يكونوا أشخاص منتجين، وأن الأساليب والاستراتيجيات تستجيب بناء على احتياجات الطلاب الانفعالية والاجتماعية والنفسية والأكاديمية، وأنه أهم مبادئ من مبادئ التعليم الدامج أنه نركز على نقاط القوة والتميز للأشخاص من ذوي الإعاقة، ونلاقيه نحاول نركز على وجود الحلول للتحديات اللي بتواجههم، وبالتالي أن الدمج هو القاعدة وليس الاستثناء. ينطلق تبني السياسات من الحق في الحصول على تعليم ملائم بإصدار التشريعات والقوانين اللي تعنى بعين الاعتبار بعملية التعليم الدامج، وأن اهتمام واهتمام وميول وتفضيلات جميع الطلبة، وأن تكون ترتيبات الدمج مرنة وموجهة باحتياجات الطلاب وظروفهم، وإزالة المدرسة لكافة العواقب والحواجز اللي بتواجهها. كذلك نأخذ بعين الاعتبار توجهات الأسرة لما نيجي نخطط للمدخلات والبرامج التعليمية، وأنه إتاحة كافة الفرص الممكنة لتأكيد أن الأطفال والطلاب يشاركوا بنشاط وفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمهم. وبناء عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية نحن كلاتها بنعرفها بشكل سريع، اللي هي إصدار الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي للتعليم الدامج عام 1990، بيان سلمنك المعتمد اليونسكو عام 1994، ومنتدى التعليم العالمي بدكار عام 2000، واللي أكد على أن التعليم حق أساسي وحياتي للجميع، واتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة واللي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006. هذه أبرز المواثيق والاتفاقيات الدولية والعالمية. أما بالنسبة للمواثيق والاتفاقيات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دستور الدولة كفل حق التعليم للأشخاص من ذوي الإعاقة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، بالإضافة إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في محور التعليم، والقرار الوزاري لسنة 2020 بشأن سياسة التعليم الدامج واستهداف مئوية الإمارات ب 2071 في محور التعليم لتكون الأفضل في الطرق والممارسات التعليمية. وحدة التعليم الدامج التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أسست في العام 2017، لكن المدينة منذ العام 1995 بدأت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بدمج طلابها من ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، ودمجنا حوالي 568 طالب من مختلف الإعاقات في المدارس العامة، ومنهم 23 طالبة من ذوي متلازمة التعلم في العام الدراسي 2020-2021. أبرز المصطلحات اللي راح نستخدمها إن شاء الله في تعريف برنامج التعليم الدامج بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتعريفنا للتعليم الدامج على أنه تعليم شامل لا يستثني أحد من الطلاب، تتاح الفرصة فيه لمقابلة احتياجات التربوية لأشخاص من ذوي الإعاقة وتعليمهم جهدا إلى جانب مع أقارنهم من غير ذوي الإعاقة. يهمنا نستخدم الاستراتيجيات اللي من خلالها كيف تعديل البرامج التربوية والتعليمية والاجتماعية والأساليب التعليمية طبعاً حسب احتياجات كل طالب. من أهم الاستراتيجيات اللي بتساعدنا في التعليم الدامج دمج طلابنا في التعليم العام والدمج الجزئي، واللي بيشير إلى أن نحن راح يكون وضع الطلاب في البيئة التعليمية مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة،
وهاي البرامج التعليمية بتهيئهم على أنهم ينتقلوا من مرحلة الدمج الجزئي إلى مرحلة الدمج الكلي مع أطفالهم. الدمج المجتمعي مشير فيه إلى أنه يكون في تفاعلات اشتراك الطلبة مع التفاعلات الاجتماعية والغير أكاديمية مع أطفالهم من غير ذوي الإعاقة. أبرز الخدمات اللي بتقدمها بنية الشرق الاستعداد المدرسي، واللي هو يعني إلى أن كيف نهيئ الطلاب من غير ذوي الإعاقة لعملية الدمج، نهيئ الأسر. خدمات الدعم والمتابعة اللي بتقدمها مدينة الشرق الخدمات الإنسانية من خلال المتابعات الميدانية والافتراضية، وخدمات الجلسات الإرشادية للأسر وتقديم الدعم اللازم لهم في عملية الدمج. الأهداف العامة في وحدة التعليم الدامج على أنه يتم تحقيق مبدأ العدالة للأشخاص من ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم. يكون في هنا تفعيل الشراكات المجتمعية الداعمة لعملية التعليم الدامج والدمج، بالإضافة إلى تهيئة ورفع الوعي المجتمعي بالتعليم الدامج وتمكين الطلاب والأشخاص من ذوي الإعاقة في التعليم من خلال ما إحنا نوفر لهم التعليم المبالغ والتنمية الشاملة والقدرات في البيئة الأقل تقييداً، بدءاً من مرحلة ما قبل المدرسة مروراً بمراحل التعليم المختلفة ومراكز الإعداد والتأهيل المهني وصولاً إلى دمجهم في المجتمع. من أهم الأهداف العامة في الوحدة لدينا كذلك التنسيق مع الجهات المتخصصة للإطلاع وتبادل الخبرات فيما يخص أحدث المستجدات والممارسات في عملية الدمج، وأن تكون الوحدة مصدراً للمعلومات سواء للمهتمين بعملية التعليم الدامج أو للأسر والطلاب أنفسهم. فريق عملنا في مدينة الشرق الخدمات الإنسانية لدينا منسقين من جميع المراكز والأقسام في فروع المدينة، وهؤلاء المنسقين لديهم فريق داعم في كل مركز وقسم يدعم عملية الدمج للطالب لتهيئته لمرحلة الدمج وتهيئة الأسرة ومتابعته حتى عندما يتم دمجه. من خلال هؤلاء المنسقين بيكون في عنا مشرف لوحدة التعليم الدامج، واللي بيحاول التواصل مع المدارس المعنية بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في عملية الدمج والإدارة. أهم المهام المطلوبة من فريق العمل هي المشاركة في الاستشارات المتخصصة بتخص عملية الدمج، وأيضا مشاركتهم في تقديم الدعم والمساندة للطالب والأسر والهيئة التعليمية في المدارس والهيئات الإدارية. وأيضا من أهم المهام المطلوبة من فريق العمل هو تقديم محاضرات وورش عمل تعنى بعملية التعليم الدامج والمشاركة الفاعلة للاجتماعات، بالإضافة إلى إعداد التقارير، تعبئة الاستمارات والتقييمات لعملية الدمج، والمشاركة في قاعدة بيانات المستفيدين، وتطوير الأدلة الإجرائية والأهداف السنوية وعملية الأرشفة والتطبيق، وأهم بأنهم تبنيهم للأفكار الإيجابية لعملية الدمج. تبدأ إجراءات القبول والتسجيل لدينا من قبول جميع الطلبة بجميع فئاتهم بجميع مراحلهم بما يتناسب مع قوانين وزارة التربية والتعليم، وتبدأ بتقديم خدمات برنامج الاستعداد المدرسي لهم، وسنأتي بتفاصيله بإذن الله تعالى. وتوظيف من خلال قبول الطلبة وتقديم الخدمات لهم يكون من خلال توظيف المعلومات ومستوى الأداء الحالي للطلبة وتحديد مستوى الدعم والخدمات التي يحتاجها. الفئات اللي بتقدم لها برامج التعليم الدامج في مدينة الشرق هي بتكون من ضمن فئات ما بين من ثلاث سنوات إلى 8 سنوات. في هذه المرحلة بيبدأ برنامج الاستعداد المدرسي لدينا، بالإضافة إلى برنامج الدعم والمتابعة في حال التحاق الطالب بالحضانة أو المدارس العامة. ومن عمر 6 سنوات فما فوق هي تعنى في برامج دعم ومتابعة للمدموجين. خدماتنا تقدم للطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برامج ما قبل الالتحاق بالمدرسة. قبل عملية التحاق الطفل لدينا بالمدرسة فإنه تقدم له خدمات الاستعداد المدرسي، والتي تعنى عبارة عن خدمات تخصصية في جميع المجالات والمهارات النمائية لاستعداد الطالب لعملية الدمج في المدرسة، بالإضافة إلى تقديم دعم للأسر والاستشارات المتخصصة لهم في عملية الدمج، بالإضافة إلى بعض البرامج والأنشطة والتي تساعدنا على عملية الدمج للالتحاق بالدمج الكلي من خلال الدمج العكسي، بأن ندعو المدارس إلى زيارة المراكز
ولدينا تفاعل مع الطلبة وحضور بعض الجلسات مع طلابنا، بالإضافة إلى الدمج الجزئي بأن يحضروا طلابنا مع المدارس في عملية الدمج الجزئي داخل البيئة المدرسية وحضورهم لبعض الحصص المدرسية وتهيئة البيئة التعليمية للطلبة من خلال عملية الانتقال والخطط الانتقالية عندما يتم التحاق الطالب في المدرسة. عندما يلتحق الطالب بالمدرسة، من أبرز الخدمات التي تقدم لهم هي دعم ومتابعة المدمجين. التحق الطالب بالمدرسة المناسبة لاحتياجاته، وبالإضافة إلى أنها خالية هذه البيئة التعليمية من التنمر من جميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى سهولة وصولهم والمشاركة في تعليم عالي الجودة من خلال وصولهم للمنهاج ووصولهم لكل الخدمات التعليمية الموجودة في البيئة المدرسية جنبا إلى جنب مع أقرانهم من نفس البيئة العمرية. ومن خلال نتأكد ذلك تحقيق إنجازات أكاديمية واجتماعية مع الترتيبات التيسيرية المعقولة. من ضمن البرامج اللي كذلك التي يتم تقديمها للطلب في البيئة المدرسية هي الخدمات التيسيرية، واللي بتساعد هاي الخدمات على إنه يكون في عنا جودة في التعليم الدامج من خلال فريق العمل اللي بيحدد إيش الخدمات الداعمة اللي بيحتاجها الطالب عندما يلتحق في المدرسة. فعندما يتم التحاق الطالب في المدرسة يبدأ فريق العمل بتحديد الخدمة الداعمة والمساندة لهذا الطالب للحصول على جودة داخل البيئة المدرسية، بالإضافة إلى مواصفات البيئة المدرسية، البيئة الصفية والترتيب الزماني والمكاني داخل البيئة الصفية، بالإضافة إلى توفير المصادر للمؤسسة ذاتها للكوادر العاملة في المؤسسة ودعمهم من خلال الورش والمحاضرات، وتقديم الدعم في حال احتياجهم إلى معلم مساند، بالإضافة إلى استمرار خدمات صندوق التنمية المستدامة للأسر المدعمة. في ظل جائحة كوفيد-19 استمرت خدماتنا للطلبة من ذوي الإعاقة داخل البيئة المدرسية وترشيحهم لعملية الدمج من خلال استحداث من المتابعات الافتراضية مع الفريق المدرسي للطلبة ومتابعة أداء الطالب من خلال أدائه أو في البيئة المدرسية أونلاين، بنفس الوقت مع أدائه أقرانه في حال عندما كانت البرامج أونلاين، بالإضافة إلى جلسات الاستعداد المدرسي الافتراضية للطلبة الذين لا يستطيعون الحضور بشكل مباشر إلى لظروف صحية إلى المراكز، وأنشطة الدمج الافتراضية والأنشطة التطوعية الداعمة والتي كلها راح تساعد على عملية المتابعة المستمرة حتى في ظل جائحة كوفيد-19، والدعم النفسي الذي تم تقديمه للأسر لاستمرارهم في متابعة أداء أبنائهم مع المدرسة ومع مدينة الشرق والخدمات الإنسانية. في ختام لقائنا راح يكون في عنا أبرز التوصيات اللي من خلال إنه نحن من أبرز توصياتنا قبول جميع الطلبة دون شرط، إيجاد الحلول لارتفاع التكلفة المادية، توفير التقنيات والوسائل والمعينات اللي بتسهل تعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة، تبعية الأسر والأشخاص الفاعلين في العملية التعليمية والمجتمع بأهمية الدمج أطفال من ذوي الإعاقة بالمدارس، وأن دور الاكتشاف المبكر للإعاقة وخدمات التدخل المبكر بتزيد وتدعم الاستفادة من فرص التعليم، توفير التدريبات التخصصية للكوادر البشرية والتربوية والتعليمية في البيئة المدرسية وتطوير الممارسات العالمية، برضو دعم آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ما بين المؤسسات التعليمية والمنظمات اللي بتعنى بأشخاص من ذوي الإعاقة والأسرة كشريك أساسي، وتوفير الدراسات الميدانية الكافية. في ختام لقائنا راح نعرض لكم تجربة في لطالبة مدموجة من ذوي متلازمة الدم في المدارس. السلام عليكم. اليوم حابة أتحدث عن مشواري مع بنتي آية في عملية الدمج في المدارس. صراحة أنا تقريبا هلأ بنتي عمرها 11 سنة، خلال هاي ال 11 سنة مريت بمراحل مختلفة
وظروف مختلفة وواجهت مشاكل كتير أكيد في عملية الدمج، لكن صدقا في كل مرحلة كنت أمر فيها كنت كتير أتعلم منها دروس بحيث تساعدني إني أتجنب أي مشاكل أو أخطاء أقدر إنه ممكن أوقع فيها في المستقبل. هلا الحمد لله أنا انتهيت في مرحلة إني دامج بنتي في مدرسة، هلا هي في الصف الخامس، هي مسمى بالصف الخامس لكن طبعا منهاجها هو أقل من منهاج الصف الخامس. صراحة بهالمشوار اللي مريت فيه تعلمت كتير أشياء. الأشياء الأساسية إنه الدمج قائم على ثلاث محاور، المحور الرئيسي الأولاني اللي هو الأهل، ثم المدرسة، ثم المعلم. وصراحة إذا كان في نقص مثلاً من قبل المدرسة الأهل لازم يعوضوا، وإذا كان في نقص من قبل المعلمة الأهل برضه هنا لازم يعوضوا. فبالفعل عملية دور الأهل في عملية الدمج جداً رئيسي. بحب أوضح كيف دور الأهل مهم جداً من هذا. أول إشي لما أنا لقيت المدرسة المناسبة لبنتي رحت تحدثت مع الإدارة أفهم الإدارة شو عندهم قابلية لفهم موضوع الدمج، شو عندهم استعداد يقدموا خدمات لبنتي لموضوع الدمج. ثم تحدثت مع المعلمة رح تكون مسؤولة عن بنتي في الصف، شو عندها استعداد لقبول بنتي في الصف، شو عندها هي خبرات في التعامل مع هدول الأطفال، شو عندها أيضا يعني بعض الخبرات أو بعض الأساليب في التعامل مع الأطفال. وكنت بحاول يعني مثلا في هلا مع مدرسة بنتي آية جلست مع الإدارة شفت شو في عندهم إمكانيات، كانوا جدا متفاهمين وجدا متعاونين. جلست مع المعلمة وقعدنا حطينا خطة دراسية خلال هاي الفصل، وهي الخطة الدراسية عم نتابعها بشكل شهري بشكل دوري. والله مثلا خلال هذا الشهر آية لازم تحقق هذا الهدف، حققناه أو ما حققناه، حققناه ممتاز كثير ننتقل للي بعديه، ما حققناه نبقى على ذلك الهدف. أنا تحدثت مع الإدارة أنا شو بيهمني من عملية الدمج، أنا بيهمني بنتي تعرف تتعامل مع المجتمع، بنتي تعرف تقرأ، بنتي تعرف تكتب، بنتي تقدر تمارس العمليات الحياة الاجتماعية البسيطة. فأنا ما بيهمني بنتي تكون مهندسة ولا طبيبة ولا إشي، أهم إشي بنتي تقدر تتعامل مع المجتمع ومع الحياة اللي رح تواجهها. في محور آخر من ضمن دور الأهل وجود أخواتها أو إخوتها في البيت، هل معها في نفس المدرسة ولا مش معها في نفس المدرسة، وجودهم معها في نفس المدرسة عامل كتير أساسي وكتير إشي مساعد. برضو طبعا من ضمن الأهل ليس الأم فقط، الأب كمان له دور عامل مهم ومساعد إنه يتابع معي مثلا في دائما خلال الجلسات اللي نقابل فيها مع المعلمات أو مع المدرسة. ايضا الانشطه اللامنهجيه شيء كثير مهم انه انا اقدر اشرك بنتي في الانشطه اللامنهجيه، مثل سواء في عندهم انشطه الرياضه السباحه، عندهم انشطه الرياضه مثل الركض، عندهم اي انشطه رياضيه، او قد تكون مسرحيه مثلا او في الموسيقى، اي شيء نشاط لامنهجي شيء كثير كنت انا احاول قدر الامكان اشرك بنتي فيه، اخليها دائما تكون دور لها دور فعال، لان هي اكيد راح تقدر تكون مبسوطة فيه، رح تقدر تثبت شخصيتها فيه، وكمان المدرسة رح يعرفوا والله هاي الطفلة عندها قدرات مش شرط منهجية، عندها قدرات لا منهجية. وكذلك هدول الأطفال أكيد يعني رب العالمين إلا يكون معطيهم نقطة قوية في شخصيتهم في حياتهم، أنا ممكن أستغل هذه القوة اللي عندهم إياها إني أنميها وأجعلها هي العامل الأساسي إنه يساعدها إنها تقدر تمارس الحياة الاجتماعية اللي هي فيها. وشكراً لكم يعطيكم العافية. شكراً لكم يعطيكم ألف عافية للاستماع. شكراً جزيلاً.